Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, thank you for your patience. Wallahi, it's a big honor to be here in Albayan with Shaykh Mohammed Ismail, who has invited us many, many occasions. To be honest, we know Shaykh Mohammed Ismail for a long time. He's been with us, he's traveled with us, he's lived with us. We went to Saudi Arabia together on a tour. We visited many imams and sheikhs in Medina and Saudi Arabia and did many activities together. We are part of Sheikh Mohammed Ismail and his work, and he's also part of our work. We are very honored to be here to support you for what you are doing here. Alhamdulillah, we have with us Fadilat Sheikh Dr. Zubair bin Mohammed Ayyub, who is the son of the great imam everybody has heard of and known of Masjid Nabawi, Shaykh Mohammed Ayyub. The Shaykh himself is a professor at the prestigious Madinah Islamic University in Saudi Arabia. Inshallah, he will lead the first 6 Rakats of Taraweeh, and the remaining will be completed by the Masjid. Once again, thank you for your warm welcome, Shaykh Mohammed Ismail, for the invite. And inshallah, this is the first of many Mashayikh to visit this Masjid. We believe this Masjid is a new Masjid. Yes. And inshallah, the congregation will grow and we will be there to support inshallah whatever is needed. Barakallahu feekum. Okay, Sheikh. Tafadhal. Hada li taslim. Jazakallah khair. Kadhalik inshallah. قراءة من سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون تقرؤون كل يوم نصف جزء ولا نصف جزء نصف جزء نصف جزء طيب جزاك الله خير جزاك الله خير استقيموا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء
وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين يدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وأنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تملكون قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق
الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ومن أظلم ممن افترى أولئك لهم عذاب أليم في قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا
وسع ربي كل شيء علما إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن هو إلا ذكرى للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تكفرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تفضل الجلوس هنا في الكرسي إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك تفضل إن شاء الله هذه فرصة عظيمة شيخ لأن سبحان الله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد إنه يسرني جدا أن أرحب بفضيلة الشيخ القارئ الدكتور زبير بن محمد أيوب وأخينا الفاضل آدم أبو أيمن ترحيبا حارا نيابة عن مؤسستنا وكذلك نيابة عن مسلمي لستر وجزاكم الله خيرا على مجيئكما الى مؤسستنا الجديده في هذه الليله المباركه وكذلك ونسالكما ان تدعو الله ان يوفقنا وان يوفق كل نشاطاتنا الفعاليه تجاه مسلمي لستر وكذلك تجاه مسلمي العالم جزاكم الله خيرا مؤسسه البيان العربيه تستنزه هذه الفرصة العظيمة التي جاء فيها الشيخ القارئ الدكتور زبير بن محمد أيوب وأخونا الفاضل آدم أبو أيمن في ليلتنا هذه المباركة هذا هو الوقت المناسب لإهداء بعض هديات الذكريات الصغيرة إلى من يناسب الشكر والتقدير من جميع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس ولم يشكر الله فينبغي للمؤمن أن يشكر على المعروف الذي من أحسن إليه من قريب وبعيد ومن كبير وصغير خاصة من المعلمين والعلماء الكبار الذين هم ورثة الأنبياء وكذلك ينبغي للمؤمن أن يشكر على المعروف الذي تحصل من حملة القرآن المجيد من المجتمع الذي يسكن فيه Dear brothers and sisters, this is a wonderful opportunity for all of us, alhamdulillah. Subhanallah, before Shaykh Abu Ayman mentioned, we have very long history connection. But alhamdulillah, this is the beautiful connection, beautiful day, as Mu'assat al-Arabiya, Albayan Arabic Foundation, received today. And alhamdulillah, you witness the beauty of the Quranic recitation of Dr. Al-Qari and Shaykh Zubair Ibn Muhammad Ayyub. And this is wonderful time for me to give a small gift for four people. And as we know, alhamdulillah, and our brother Abdul Hakim, and last two or three years, most of the time, Fajr and Isha, he is the one leading. And also he is almost 29 years completed. And he is in his advanced level, GCA level. Inshallah, Monday he is starting. So I would like to honor him and also the second student. And alhamdulillah, a bit long time ago, Zakariya and Dr. Hilal San,
And he was our student in other Bayan Arabic Foundation. Alhamdulillah, he is the one leading the prayer for last 13th night. This is 14th night, Alhamdulillah. It is a big honor to give him very small gift, inshallah, in this occasion. And also, I need to thank the parents of Abdul Hakim and the Zakariya. It's not a small thing in the community, such, you know, people who are carrying the Quran, and also the carrying the zeal to work for the Ummah. Already, Alhamdulillah, they show the beautiful commitments. Everyday commitment, not easy from the youth. Look up from Abdul Hakim, said, like everyday commitments. No one asked him, no one paid him. He was committed, he did, Alhamdulillah. MashaAllah. Again, Zakariya, he just asked, is it possible to lead few rakah? Alhamdulillah, we gave the opportunity. I tell him regarding his Quranic commitments. Every day morning he go to school, coming from his school 5 o'clock. Then he has to revise to come here to lead the prayer. Even the big scholars, they said, if they want to lead the prayer, at least 7 times they need to revise the Quranic verses which they are going to lead. Imagine now, 5 o'clock he coming from school, and how much commitment to the Quran. And this is a beautiful lesson for our other youth, youngsters. Think this way, if you are committed, Allah subhanahu wa ta'ala raised you, subhanallah, in the beautiful place in this world and the hereafter, inshallah. So first of all, inshallah, I would like to call both parents. Father of Zakariya, doctor, can you stand up, inshallah? And also Abdul Hakim's father, Zain, brother Zain. Come forward, alhamdulillah. And inshallah, and you need to choose Dr. Zubair, one of them. You're going to reward, inshallah. Yes, alhamdulillah. Takabbal Allahu minna wa minkum, Shaykh. Hadihi ihda hadiyatun saghira, walakin inshallah munasabatun hadha. This is a beautiful location, alhamdulillah. And may Allah accept your service, inshallah. In this world, in the hereafter, inshallah. Takabbal Allahu minna wa minkum, inshallah. And before I give this award, I need to tell about Abu Ayman, because he doesn't want to tell, and also I don't know how much about come this way. Tayyibun Institute, anybody if you know, he was the founder. He is in front of you now. Tayyibun Institute, not the simple institute. Like 20 years, how many years ago? Tayyibun Institute? 12 years. 12 years now. But imagine now, 12 years before, no much this gadgets. That time, the zeal to learn the Arabic and also all the teachings of Islam. Alhamdulillah, he was the founder, that is now thousands and thousands of people studying and also studied and they graduated. And also the beautiful thing, and he is another entrepreneur. And also, are you the Haramain founder and also the director at the moment? MashaAllah. And Alhamdulillah, through him, and I got a chance to meet, Alhamdulillah, the Mashayikh of the Haramain. It's not easy to meet the Mashayikh of the Haramain. And Alhamdulillah, 2016, suddenly I found Tayyibun, they put only 3 tickets, or 1 ticket, 1 place available. Because Tayyibun already put everybody. And I am the only one outside Tayyibun, Alhamdulillah. We had a good opportunity, subhanallah, to meet all the mashayikh, and also that environment we need again, inshallah. Yeah, inshallah. And if you want to know about Adam Abu Ayman, inshallah, you can ask in Whitechapel, and many people witness his service, inshallah. And I would like to honor you, Sheikh, and Jazakumullahu Khairan, for your service, inshallah, through the father. You need to find out the Adam Abu Ayman, the name.
You need to check, which is a difficult one. You are covering the name. In the bottom. The right one. Right one, mashallah. The real diamond. Jazakumullahu khairan. Barakallahu lakum, inshallah. This is my honor also to bring this brother Zaid. And 2012 we went together for Hajj. Look at this one. Subhanallah. Yeah, Jazakumullahu khairan, inshallah. And the next one, inshallah, for both boys, inshallah. And Doctor, inshallah, Fatafaddal, inshallah. And Tahriya, inshallah. The Zakariya, stand up, inshallah. He is the one, I think, 14 years old now. Yes, the father come that side. And also Abdul Hakim come. Where are you? Abdul Hakim come both sides. Both. Yes, come this side, inshallah. Zakariya, come this side. Yes. Yes, inshallah. MashaAllah. Barakallahu lakum, inshallah. Hafiz al-Quran. Hafiz al-Quran. MashaAllah. كل يوم هو يذهب إلى مدرسة عادية حتى خامسة. بعد ذلك هو يرجع. ويتراجع القرآن الكريم سبحان الله هو يقرأ الحمد لله جيدا الحمد لله استاذ يا إن شاء الله and عبد الحكيم شيخنا الكريم إن شاء الله بعد يومين هو يجلس لامتحان GCA level حديث ثانوية ولكن هو دائما ثلاثة أعوام هو يأتي صباحا يأم في هذه المسجد في هذا المسجد جزاك الله خيرا ان شاء الله بكل خير بارك الله لكم جميعا ان شاء الله من اهل القران واهل الخير امين الله التوفيق ان شاء الله يس نفع بكم هذا المسجد وهذا المركز ان شاء الله جزاك الله خيرا ان شاء الله سعيد ان التقينا بكم واسال الله لكم السداد والتوفيق ان شاء الله if you want to say a few words they want to listen to ان شاء الله بعد اعوام نرى المركز اكبر ان شاء الله والجهود افضل إن شاء الله. وإن شاء الله أنا سعيد جدا بأني التقيت بكم في هذه الليلة المباركة وإن كنا على عجل يعني ما أدري هل تفهمون كلامي يعني جيدا وبعضكم يفهم فأسأل الله لكم التوفيق والسداد والأعمال الخيرية دائما في هذه البلاد يعني تؤدي إلى خير فما بدأ بخير إن شاء الله يكثر ويزيد إن شاء الله مستقبلا وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وبارك الله لكم في إمام المسجد وفي أهل المسجد ونفع الله بكم الإسلام وأهله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وفقكم الله ونفع الله بكم وسددكم وشكرا لكم جزاكم الله خيرا إن شاء الله and I will just say especially the Sheikh wanted to make the dua especially for all of us especially for the imam and the masjid yes bismillah ar-rahman ar-rahim just wanted to take this opportunity inshallah for Sheikh Ismail mashallah I've seen over Ramadan how much effort he's putting in subhanallah this is amazing this is something really amazing and wallahi sometimes we forget the effort that the Sheikh does in fasting he's fixing the mic he's fixing the speakers wallahi this is a great thing so we just have a very small gift If I can ask Abu Imam al-Sheikh, if you can, please. Allah yubarik lak, inshallah, fi rizqik wa malik wa ahlik, inshallah. Yeah, you are a khudufa, inshallah. And you need to put now the correct box, inshallah. I will choose the correct box, inshallah. Abu Adam? Yes. This one, inshallah. السلام عليكم السلام عليكم جميعا بخير يا شيخ الله يامن الله زكريا
Bismillah, we still have two more rakat of Taraweeh, inshallah, and after Taraweeh we'll play Witr, inshallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله
استو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear brothers and sisters, inshallah, جزاكم الله خيرا for coming and I am not taking much time but as I promised, I need to ask some of the parents of the Huffaz to come forward and tell us a few things, inshallah, gone through. Dr. Hilal, tafaddal, inshallah. I know you can talk in the audience, alhamdulillah. No, I can't. Yes. This Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I thought, Sheikh, we got away with it because they arrived on time. Inshallah. Yeah. I will give you this one. This is the better one. Okay. Yes, what did you go through with that? Zakariya. Subhanallah. Wallahi, I don't feel qualified, Sheikh, to be giving others advice. Yes, yes. But wallahi, maybe I can relate some of my own experiences with the Quran al-Kareem. I think one of the things, subhanallah, that's really important that I've learned, subhanallah, throughout the process is the Quran is a very serious subject. And wallahi, to be a student of Quran, there's nothing better in the world, wallahi. For your children, there's nothing better you can give them. I can make them into doctors and engineers. I can leave them 10 buildings. I can give them everything, wallahi. But this is absolutely nothing compared to the Quran al-Kareem. The biggest gift a parent can give, biggest gift a teacher can give, is the Quran al-Kareem. So I think this is one of the most important things that I've learned myself as the years have gone. And I think throughout the journey, one of the most important lessons for me has been how serious you have to be, but not only how serious for the student, but also for the parents. And you have to make sacrifice. Nothing good ever comes in this world from being lazy, just wishing it's going to happen. So, for example, Zakariya, mashallah, we started when he was 5 years old. And wallahi, I know he's very shy. He didn't want me to speak about him, and I know he gets very shy, but I think this is very important because this is something, wallahi, we're proud
on the Day of Judgment in front of Allah, because we've done this for only one reason, and that's to please our Creator. So we started when he was 5 years old. We gave a lot of attention to the madarises that he attended. So for example, I know there are a lot of places where there's many, many, many students, and it's very difficult for the student to get the individual attention. So we started off driving from Wixton to near Highfield. He attended 3-to-1 madrasa. So there's one child to three children to one teacher. And the reason we selected this place is because actually he could get this individual attention. After that, we took every opportunity that came our way. So wallahi, we went to Umrah. We stayed for 4 weeks. He had lessons every day almost. So we were very blessed. There was a sheikh there who was very happy to teach him. And mashallah, he finished Juz Amma in Medina Murawara, I think. After that, when we came back, one of the biggest problems we have in England is actually it's very, very difficult for serious students to focus because they have a lot of schoolwork, a lot of pressures, television, everything else. And also the setup is very difficult because if you want to take them to a good teacher, a good madrasa, you may have to drive 20 minutes, 30 minutes. You don't have the time. We're all busy people. So one of the things I realized very early on is using modern technology. So he has always, from the age of 6, alhamdulillah, he has always been taking lessons with the ustads from Misr, from Egypt, which is, I believe, the land of Quran, mashallah. They love the Quran, they love to teach the Quran. And this has really been something that's benefited me a lot. Because as much as I'd like to take him every day somewhere, I can't, because I also have a full-time job. So online lessons is something that's very beneficial, but as a parent, you have to keep eye on them. You can't just leave them to an online lesson. It's a lot harder than taking them to a teacher. So he's been very blessed to be learning online with some of the sheikhs. He's also invested a lot of time. So we've spent last 2 summers in Egypt as much as we can, benefiting from the teachers. And one of the things that's very important for me, and I tell Zakariya and also my daughters, mashallah, who are doing Hifz, is the journey with the Quran is a lifelong journey. You know, we take out a mortgage for 25 years and things like that. But wallahi, the Quran, it does not finish when you finish your Hifz. That's the beginning. And one of the things that I'm very passionate about is that we've lost memorization. We do not memorize anymore. So, for example, with Zakariya, inshallah, he's memorized Tuhfatul Atfal. These are tajweed poems that you must, serious students must memorize. He's memorized Jazariya, and alhamdulillah, he started Shatabiyah, which is a big tajweed poem. So memorizing is something I've said to him, inshallah, till the end of your life, you must always be in a state of memorizing, because this also preserves the brain. And actually, there's a lot of scientific evidence that says people who memorize, people who do crosswords daily, use their brain, they prevent illnesses like dementia. Because actually our brains, they're like a muscle. The more we use it, the more effective it is. And there's nothing better than revising the Quran. So inshallah, we make lots of dua that Allah accept from us. And also lots of duas from everybody else, because there's nothing greater, wallahi, in the world than the Quran. Beautiful, beautiful, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. As also, I don't know, but I heard from someone, even the Zakariya is revising to lead the prayer here. But the doctor coming from work, he's a by profession doctor. When he come back, he listen. So at least 1 hour? Yes? Yes. Think this way. Because no sacrifice, you can't get the fruits. So this is the lesson for the parents. You know, if you want, you know, like alhamdulillah, we are putting more effort for our children in academic side. But inshallah, you need to put more effort for Quran also. Sheikh, yes, we know 21 years old, Hafiz, Mustafa, he is the one leading. Every other week he is leading the khutbah here. And the first khutbah he started here, isn't it? Am I right? Yes, alhamdulillah. The father coming, he do the adhan, and the son is doing the, mashallah, imam. And you want to say something, Sheikh? Subhanallah, takallam. Yes, you want to say in Arabic, I need to translate. Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wa mursaleen. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa azwaji bayt al-tahirin tamma ba'd.
أخوانا أحب أن أموه الأمر مهم جدا يتعلق بحفظ الطالب وهو الأبوين. إذا كان الأبوين عندهم إخلاص لله سبحانه وتعالى في تحفيظ هذا الابن، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق لهم هذه الأمنية. The Sheikh mentioned regarding the Alhamdulillah and the Salawat. After that, he's saying, if anybody wants to memorize the Quran, it is up to the parents. And the parents need to put the real ikhlas intention. And after that, they need to work. And when they work, Allah subhanahu wa ta'ala make that things happen, inshallah. الشيء الثاني مهم جدا المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Second thing is very important. To follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لابد على الأبوين أن يقرؤون ويدرسون الأحاديث الواردة في الفضل في تحفيظ الأبناء القرآن. And it is a must to read by the parents to understand the importance, the virtues of the memorization and the memorizing the children. لأن هذا الفضل العظيم لا شك يدفع الأبوين ويدفع هذا الطالب لهذا الحفظ. And through this one, it is benefiting both the children and also the parents. الشيء الثاني مهم جدا، لابد أن نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم منهج. الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم منهج. المنهج هذا هو الذي به استطعنا أن يصل لنا هذه الروايات من كتاب الله سبحانه وتعالى. Another important thing to follow the footsteps of Sahaba Ridwanullahi alayhim, methodology of Sahaba Ridwanullahi alayhim. لأنهم كانوا في بيوتهم يجعلون هذه البيوت كالنحل. الأب يقرأ والابن يقرأ والأم تقرأ. سبحان الله. And like a bees, everybody need to read. And the mom read, and father read, and the children read. Bees. أنا لله الفضل منا من الله سبحانه وتعالى. ابني مصطفى نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. أنا بدأت زي أي أب يبدأ مع ابني في تحفيظه. And like as a normal father, I started with the memorization with my son and مصطفى. مصطفى is not here. Yes. نعم. من خلال يعني المساجد اللي هي موجودة في ليستر. And it is through the mosque which is available in Leicester. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أم مصطفى اللي هي أمه الحمد لله تحفظ الكثير من كتاب الله ودرست في ليبيا عن بعض المشايخ منهم مصطفى قشقش. الحمد لله. The mother of مصطفى and brother إسماعيل زبايد and الحمد لله she memorized most part of the Quran and also she read to مصطفى. طبعا درست عن من أحد المشايخ المعروفين في ليبيا. She was learning under very famous scholars from Libya. وهذا الذي دفعني ودفع أم مصطفى ومصطفى لهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. Through wife, this is the one pushed him, brother Ismail, and also son Mustafa to learn the Quran. ولهذا أنا أريد أن أوصل رسالة للأمهات. سبحان الله. Sisters, this is for you. أتمنى منهم أن هم بنفسهم يذهبون للحفظ في المساجد بقدر ما يستطيعوا. نعم. Sisters, the Sheikh mentioning as much as possible, you need to go to the masjid and memorize the Quran. الشيء المهم جدا يا إخواني اللي يشجع على الحفظ لابد الإنسان يقرأ المعاني من وراء هذا الحفظ. وهذا مهم جدا جدا في التحفيظ الحفظ. Yeah, it is another area when you are memorizing the Quran. It is better and it's very important to understand what do you read. سبحان الله نحن نقرأ كثيرا منا نقرأ سورة الفاتحة على سبيل المثال. And all of us we read more, especially like we reading the Surah Fatiha. لكن لو رجعنا لتفسيرها نجد فيها هذه كلها تتكلم على التوحيد والعقيدة.
When we go to the tafsir of the Surah Fatiha, it is talking about the oneness of Allah. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا المدار الذي يدور عليه كل القرآن. سبحان الله. Yeah, this is tawhid, which is a rububiyya, uluhiyya, and sifat. Asma wa sifat. Asma wa sifat. All three is the one. It is mentioned in all the Quranic surahs. Surah Al-Fatiha هي هذا التوحيد الثلاثة موجودين فيها سورة الفاتحة. ولكن القرآن كله يدور على هذه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا التدبر بهذه الطريقة هو يجعل الإنسان دائما يعيش مع كتاب الله. سبحان الله. And here mentioned thing, the word is تدبر is pondering because the Sheikh mentioned is the ربوبية والألوهية and the أسماء والصفات. These three things is the one. Is running all the Quran. So when you are reading the Quran, memorizing the Quran, you need to ponder to focus these three. فنسأل الله سبحانه وتعالى نريد الإطالة ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله يوفقنا أن نكون على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وعمقها إيمانا واكثرها حفظا وعلما فنص الله لنا لك التوفيق وجزاكم الله خير ما شاء الله as a summary brother Sheikh mentioned as he mentioned first ikhlas we need the second and the following the sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam and also methodology of sahaba ridwanullahi alayhi if we follow this one inshallah Allah subhanahu wa ta'ala give the tawfiq Everybody, Jazakumullahu khairan, children and the parents, inshallah. Please, inshallah, come and every day what we do, we are reading the summary of the verses of tomorrow. Normally today we don't have the time. Inshallah, we do. If you are thinking today we do for the tomorrow's one. And every day after Witr, we do the summary. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله